أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة في سورة المائدة، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل في آخر هذه السورة المباركة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يبين الله عز وجل في هذه الآية أن الخبيث والطيب لا يستويان، ويأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك للناس. قل، أي قل لهم جميعا، لا يستوي الخبيث والطيب. والمقصود بعدم استواء الخبيث والطيب أي الخبيث في الأقوال والخبيث في الأعمال والخبيث في الأعيان والخبيث في الأشخاص، كل أولئك لا يستوون أبدا مع الطيب، وأن لهم أن يستووا، فإن الله سبحانه وتعالى قد ميز بينهما. الطيب لا يفضي إلا إلى ما هو خير، ولا يجلب إلا ما هو خير، ولا تكون عاقبته إلا خيرا. أما الخبيث فإن عاقبته شر، وهو في ذاته شر، ولا يكون منه إلا ما هو شر، ولذلك لا يستوي هذا ولا يستوي هذا. وقد جاءت هذه الآية بعد جملة من الآيات فيها حلال وحرام، وفيها طيب وخبيث. يقول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول جل وعلا بعدها: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه بعض النماذج للطيب وللخبيث المذكور في هذه السورة، ولذلك على المؤمن أن يتطلب الطيب ويسعى إليه ويحرص عليه ويصحبه في حياته، وعليه أن يجتنب الخبيث وأن يتباعد منه وأن لا يقصد إليه، وأن يجعل بينه وبينه حجابا وحاجزا يمنعه منه. قال الله جل وعلا: فاتقوا ولو أعجبك كثرة الخبيث. قوله ولو أعجبك ليس الخطاب أو الكاف هنا معنيا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعجبه كثرة الخبيث، ولكن ولو أعجبك أيها المخاطب كثرة الخبيث، فإن الخبيث قد يبهر الأعين ويسلب الألباب بكثرته وفخامته وضخامته وتزويقه وزخرفته، كما هو الحال في الحضارة
الغربية التي أجلبت على الناس بخيلها ورجلها وفتنتهم وسلبت عقولهم وألبابهم وجعلتهم يعجبون بها وينصرفون عما ينبغي لهم. إذن ولو أعجبك كثرة الخبيث يعني فلا تغتر بالخبيث، وإياك أن يلهيك ما فيه من الكثرة والقوة والفخامة، فإنه ذاهب لا محالة، زائل ولا بد من ذلك. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي إن الواجب على أصحاب العقول أن يتقوا الله وأن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي وطلب الطيب والبعد عن الخبيث. قال: لعلكم تفلحون، أي تفوزون بالمطلوب وتظفرون به. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين عن أن يسألوا عن أشياء قد سكت الله سبحانه وتعالى عنها وعفى عنها، فالتنقير والبحث والسؤال فيها قد يورث المؤمنين شيئا من الحرج والمشقة، ولذلك نهي المؤمنون عن السؤال فيها. ومن أمثلة ذلك سؤال أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عظيم من قواعد هذا الدين: فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم وكثرة مسائلهم. فكثرة المسائل وخصوصا عند نزول القرآن وعند ورود الوحي لا بد أن تنزل الإجابة من السماء، وهذا النوع محرم، وقد كان مشددا على الصحابة فيه لئلا ينقروا ويسألوا عن شيء لا ينبغي لهم أن يسألوا فيه. ومن أمثلته سؤال بعضهم عن أبيه أو عن أمه أو عن نسبه أو نحو ذلك مما لو بان لساءه الجواب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان على المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء، عندما أغضبوه قال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم في مقامي هذا. فقام رجل من الصحابة فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك حذافة. وكان عليه الصلاة والسلام في حالة مغضبا، وقد كان هذا الصحابي يشكك في أبيه فاستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا السؤال لا شك أنه مكروه ولا ينبغي، ولذلك قال الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، يعني إذا سألتم عن شيء في الوقت الذي يتنزل فيه القرآن وهو حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووقت نزول الوحي عليه، فإنه لا بد أن ينزل جواب يكون شافيا من السماء، وقد يكون هذا الجواب مما لا يرضيكم ولا ينبغي أو لا ترضوا بسماعه من الوحي. فبقاؤكم في محل السكوت ومحل العفو هو الخير لكم، ولذلك قد يكون إخفاء بعض المسائل على الناس أو بعض الحقائق على الناس خيرا له، لأنها لو بانت له لتعذب ولتألم. قال الله عز وجل: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، يعني أن ما عفى الله عنه فإنه يجب عليكم ألا تنقروا فيه. فإن قيل: هل هذا أيضا بعد انقطاع الوحي ووفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يسكت الإنسان عن السؤال عن أمر دينه؟ نقول: لا، كل ما أهمك من أمر دينك يجب عليك أن تسأل عنه، لأن الشرع هنا قد استقر والوحي قد انقطع،
ويجب على الإنسان أن يعرف أمر الله ونهيه وما يريده الله وما يحبه وما يرضاه وما يسخطه، لئلا يقع الإنسان في أمر لا يحبه الله أو يفعل شيئا يسخطه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد حصل مثل هذا السؤال والتنقير من قوم سبقوكم ثم لما جاءهم الجواب كفروا وتعنتوا وزاغوا ومالوا وحاصوا عن الحق وحادوا عن قبوله. ولعلنا نضرب مثالا بهؤلاء القوم الذين تقدموا، وهم الذين قال لهم موسى عندما سألوه من هو الذي قتل هذا القتيل فينا، فقال: اذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. فانظروا يا إخواني كيف أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما طلب منهم أن يذبحوا بقرة، فلو ذبحوا أقرب بقرة إليهم فضربوا القتيل بها لتحقق لهم ما يريدون، ولكنهم حققوا ونقروا وشددوا فشدد الله عليهم. وهكذا قال الله عز وجل: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ثم قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أي ما شرع الله شيئا من هذه الأمور التي ذكرت في هذه الآية، خلافا لما يفعله أهل الجاهلية الذين يشرعون ويحرمون ويأمرون وينهون ويقومون بكل هذه الأمور من دون أن يكون لهم مستند أو وحي من السماء أو كتاب سابق أو تحليل أو تحريم من نبي قد جاءهم بذلك من عند الله عز وجل. وقد كان العرب يفتاتون على الله ويفترون على الله الكذب، فجعلوا أنواعا من المحرمات التي حرموها على أنفسهم أو على بعضهم من غير أن يكون لهم حجة ولا برهان، ومن ذلك البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. هذه أسماء لأنواع من المحرمات قد لا يكون من المناسب أن نفصلها وأن نذكرها لأنه لا يعنينا ذلك. المقصود أنهم كانوا يحرمون أشياء بطرق معينة لم يأذن الله عز وجل فيها بالتحريم، وإنما جاءوا بها من عند أنفسهم. مثال ذلك الحام، هذا هو الفحل من الجمل إذا ولد أو نتج من فحولته 10 أبطن، فإنهم يقولون قد حمي ظهره أو حمى ظهره، ثم يحرمونه ويسيبونه ولا يحلون لأحد أن يأكله، فيقال لهم: من الذي أخبركم بذلك؟ من الذي حرم عليكم ذلك؟ أتدرون أن التحليل والتحريم حق لله، لا يجوز لأحد من البشر أن يأخذ هذا الحق من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لكم أبدا أن تفتروا على الله الكذب. ولذلك هذه الأمور المذكورة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، نموذج لافتراء العربي والمشركين على الله الكذب وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله. وسيأتي في سورة الأنعام نماذج كثيرة لهذا العمل أو لهذا الأمر العظيم الذي افتروه على الله سبحانه وتعالى، تدل على أن هذا مخل باعتقاد المرء. قال الله عز وجل في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فانظروا يا إخواني
هذا من الأمور الخطيرة، أن يفتري الإنسان الكذب على الله، وأن يحلل شيئا حرمه الله، وأن يحرم شيئا أحله الله. قال الله عز وجل: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، أي يختلقون الكذب على الله عز وجل من عند أنفسهم من دون أن تكون لهم فيما افتروا حجة ولا برهان ولا سلطان. قال الله عز وجل: وأكثرهم لا يعقلون. وهذا يدلنا على أن من فعل ذلك فإنه ليس من العقلاء، لأنه لو كان عاقلا لعرف قدر نفسه وعلم أنه عبد لله يؤمر وينهى، وأن التحليل والتحريم حق لله عز وجل لا يجوز لأحد أن يشارك الله فيه. ثم قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. تأملوا يا إخواني معي هذا الأمر، وهو أن الله سبحانه وتعالى يدعوهم إلى الهداية ويقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، وهو هذا الوحي والكتاب العظيم الذي أنزل على الرسول، وإلى الرسول ليبين لكم ما أحل الله وما حرم الله، قالوا حسبنا أي كافينا ما وجدنا عليه آباءنا، نحن لا نريد أن نغير شيئا مما عهدنا عليه آباءنا من العقائد والأعمال والتحليل والتحريم وغير ذلك. قال الله عز وجل: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أي أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون؟ كيف يقول حسبنا ذلك وهم يعلمون أن آباءهم ليس عندهم كتاب منزل ولم يأتهم رسول يبين لهم شيئا من هذه المحللات والمحرمات التي افتروا فيها الكذب على الله عز وجل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إلزموا إصلاح أنفسكم واعتنوا بها فإنكم مطالبون بها وبهدايتها، ولستم مطالبون بهداية الخلق ولا خلق الهداية في قلوب الخلق، فإن ذلك من خصائص الرب سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيجب على المسلم أن يعتني بنفسه وأن يطلب سلامتها ونجاتها وفلاحها وفوزها في الدنيا وفي الآخرة. عليكم أنفسكم، أي إلزموها بالصلاح والإصلاح وأصلحوها واعتنوا بها، ولا تنشغلوا بشيء آخر غير جلب الهداية وطلب الخير لهذه النفوس. قال الله عز وجل: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني أن ضلال من ضل لا يصل إليكم ما دمتم قد اهتديتم وقد قمتم بما أوجب الله عليكم. فلا يجوز للمسلم أبدا أن يظن أنه متى اهتدى وعمل ما يجب عليه أن الضال سيضره بضلاله، إنما يضرك الضال بضلاله إذا لم تقم بما وجب عليك ولم تقم بما فرض عليك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا يا إخواني أن هذه الآية ليس فيها دلالة على من يقول عليك بنفسك ولا تلتفت إلى غيرك، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. هل الذي يأمر بالمعروف، هل الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر قد اهتدى؟ لا شك أنه قد ضل، ولذلك قال الله: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديتم يعني قمتم بما شرع الله لكم وأمركم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعلتم ذلك وأديتموه فنصحتم عباد الله ودعوتم الناس إلى دين الله وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في سبيل الله فقد اهتديتم. عند ذلك إذا ضل من ضل
فإن ذلك الضال لا يضركم بضلاله، بل الله سبحانه وتعالى يحميكم من شر ذلك الضلال ومن عقوبته. ولذلك قال: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا، أي كلكم سترجعون إلى الله. ولذلك قال: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا، أي كلكم سترجعون إلى الله، أنتم يا من اهتدى وأنتم أيضا يا من ضل، فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هذه الآية إخوتي وأخواتي الكريمات جاءت في قضية خاصة، وهي ما إذا كان المسلم في أرض ليس فيها مسلم وكان يصحبه أناس كفار وحضره الموت، فماذا يفعل بالمال الذي معه؟ وماذا يفعل بالوصية؟ كيف يوصي؟ فهنا جاءت الآية مرشدة لكيفية التعامل في مثل ذلك الظرف وتلك الحال. قال: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا بدأت علاماته وعرف الإنسان أنه مقبل على الموت، فإنه يقول الله عز وجل: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، إذا أراد أن يوصي بشيء سواء بمال معه يوصل إلى أهله أو بأن يوصي بشيء من ماله لأحد بعينه، حين الوصية اثنان ذوى عدل، يعني أن يشهد اثنان ذوى عدل منكم، يعني يلزمه في تلك الحال أن يشهد على وصيته رجلين عدلين منكم، أي يا أهل الإسلام. لماذا؟ لأنهم سيشهدون على أموال ويشهدون على حقوق تعطى وحقوق تؤخذ، فهذا الرجل الذي أقبل على الموت قد يوصي بجزء من ماله لأحد بعينه سواء كان حاضرا أو غائبا، وقد يوصي بالمال الغائب الذي عند أهله بأن يكون جزء منه لكذا وكذا مما يريد أن يوصي فيه، وبهذا لا بد أن توثق مثل هذه المعاملات توثيقا تاما، كما مر بنا في آية الدين في سورة البقرة، وكيف أمر الله عز وجل بالتوثق في تلك الديون كتابة وإشهادا واستلاما أو تسلما وتسليما. قال الله عز وجل: اثنان ذوى عدل منكم، أي من أصحاب العدالة فيكم يا أهل الإسلام، وهم الذين عرفوا بالضبط والإتقان وكمال المروءة وألا يتلبسوا بشيء يقدح في عدالتهم. قال الله عز وجل: أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني إذا لم يوجد مسلمان فهنا يجوز أن يستعان بالكافرين أو بكافرين يشهدان على هذا الأمر ويؤديان تلك الوصية. أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني هذا جائز في حالة ما إذا كان الإنسان قد ضرب في الأرض، أي سافر ولم يجد مسلمين، فلو وجد مسلمين لم يجوز له أن يشهد الكافرين، أما إذا لم يجدهما جاز له إشهاد الكافرين لأجل الضرورة ولأجل معرفة الحقوق التي يريد أن يوصي فيها هذا الرجل الذي حضره الموت. قال الله عز وجل:
إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، أي عندما تكون مسافرا ويحضرك الأجل، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تشهد كافرين على وصيتك وأن تحملهما أمانة قسمة مالك. قال الله عز وجل: تحبسونهما من بعد الصلاة، أي من بعد صلاة العصر، كما ثبت ذلك في السنة النبوية، لأن التغليظ بنوع الصلاة مما يحمل الإنسان على الصدق في الأمانة وعدم الخيانة. قال: فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يعني فيقسمان بالله، يحلفان بالله عز وجل، لا نشتري به ثمنا، أي لا نستعيض بهذه الوصية ثمنا مهما كان الأمر ولو كان ذا قربى، فلا نخون ولا نغير ولا نبدل ولو كان في ذلك مصلحة أو مضرة على ذي قربى من قرابتنا. قال الله عز وجل: فيقسمان بالله إن ارتبتم، يعني إن شككتم في أمانتنا أو حصل عندكم شيء من الريب في عدالتنا، فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله، يعني لا نميل ولا نكتم، لا نميل ولا نحيف بأن نزيد أو ننقص في الوصية، كما أيضا لا نكتم شيئا من تلك الوصية التي حملنا إياها. وسمى الله عز وجل هذه شهادة الله توثيقا وتغليظا له. قال: إنا إذا لمن الآثمين، يعني إن غيرنا أو بدلنا أو كتمنا شيئا من تلك الوصية التي تحملناها. قال الله جل وعلا: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، يعني إن عثر على أن هذين الكافرين أو هذين الوصيين استحقا إثما، بمعنى أنهما فعلا شيئا يدل على خيانتهما، وهذا يكتشف بأن يعرف مثلا الورثة أن مورثهم كان معه مال كثير، ثم يأتي هؤلاء إليهم ويقولون: هذا مال فلان أوصى أن نسلمكم إياه، فيقولون: مورثنا كان معه مال كثير وأنتم ما جئتم إلا بمال قليل. ثم يكتشف بعد ذلك أنهم قد تصرفوا أو أن حساباتهم البنكية قد زادت زيادة واضحة أو أنه وجد معهم شيء من متاع صاحبهم، فإن عثر على أنهما، أي الشاهدان، أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، يعني فآخران من ورثة ذلك الموصي يقومان مقام هذين الشاهدين من الذين استحق عليهم، يعني من أهل الميت، وهم الذين استحق عليهم أن يسلموا شيئا من المال بسبب تلك الوصية التي نقلها إليهم هذان الشاهدان، فسموا مستحقا عليهم، ولذلك وصفهم الله هنا فقال: فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني الأولى بالميت، فآخران وهما الأوليان بالميت يقومان مقام الشهادة ويقولان: إن هذين قد كتما أو قد كذبا أو أنقصا أو خانا في حمل الأمانة التي حملوا إياها. قال الله عز وجل: فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله، أي يقومان فيقسمان بالله
لشهادتنا أحق من شهادتهما، يعني شهادتنا بأنهما قد كتما أو كذبا أو زادا أو نقصا أو حرفا أو غيرا أو بدلا أحق من شهادة هذين اللذين يدعيان أنهما وصيان عن ميتنا. لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، أي إنا إذا اعتدينا لمن الظالمين. ولا شك أنهم لا يفعلون ذلك إلا عندما تقوم لديهم الدلائل على أنهم قد كذبوا أو كتموا أو حرفوا أو باعوا أو غيروا. ومن أمثلة ذلك ما ورد في سبب نزول هذه الآية من قصة تميم الداري وعدي بن بداء، عندما كان في أرض بعيدة وكان معهم رجل من بني سهم مسلم، فحضرته الوفاة فأوصى لهما، فلما مات كان عظم ماله في جام أي إناء من فضة مطرز بالذهب أو مخصوف بالذهب، فهذا الإناء أخذه هذان الرجلان وهما عدي بن بداء وتميم الداري قبل الإسلام وباعه، ثم اكتشف ورثة الميت أن هذين الرجلين قد باعا هذا الجام من الفضة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أن هذين الرجلين قد كذبا على مورثهم، وعند ذلك نزلت هذه الآية ببيان ما يجب في ذلك الأمر. وفي رواية أن تميم الداري عندما أسلم تحرج من قيمة ذلك الإناء أو الجام من الفضة، وجاء إلى الورثة وأعطاهم 500 درهم عوضا عن 500 درهم التي استلمها من قيمة ذلك الجام، وقال لهم إن عدي بن بداء عنده مثله، فجاءوا بعدي فأنكر، وعند ذلك قام 2 من ورثة ذلك الميت السهمي وحلف أنه قد كذب وأنه قد كتم وأنه باع المال الذي تمن عليه. قال الله جل وعلا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أي هذا التوثيق وهذه الطريقة في الإشهاد وفي الضبط أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني أن يأتي الشهود بالشهادة على وجهها إذا عرفوا أنهم قد يؤاخذون بما يعملون وأنهم قد يكذبون، ذلك أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أو يحصل لهم شيء أعظم من ذلك، وهو أنه ترد أيمانهم فلا تقبل بسبب اقترافهم لهذا الجرم العظيم، وهو أنهم كذبوا في أيمانهم وفعلوا ما فعلوا. قال الله عز وجل ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله، أي اتقوا الله أيها المؤمنون، واحذروا أن تكذبوا أو تزوروا أو أن تفعلوا شيئا من هذا الذي حذرتم عنه في هذه الآية، واسمعوا كلام الله عز وجل سمع إجابة، لأن السمع نوعان، سمع إجابة وسمع إدراك. أما سمع الإدراك فهو أن تصل الأصوات إلى أذنك وتميزها، هذا سمع إدراك، والسمع المطلوب من المسلم هو سمع الإجابة، يعني أن تسمع وأنت تريد أن تجيب ما سمعت، واسمعوا سمع إجابة. قال الله جل وعلا والله لا يهدي القوم الفاسقين، هؤلاء الذين فسقوا واقترفوا السيئات قصدا وظلما وعدوانا لا يهديهم الله عز وجل ما داموا على ذلك من الفسق وقصد الإضلال أو قصد الضلال، لا يهديهم الله عز وجل الطريق حتى تستقيم قلوبهم وحتى تقصد طلب الحق. فالله عز وجل يعاقب العبد من جنس عمله، فإذا فسق كان فسقه سببا
لصده عن قبول الحق والاهتداء إليه. قال الله جل وعلا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، أي أذكر يوم يجمع الله الرسل في يوم القيامة في محفل عظيم وفي مشهد مهيب مهول. يجمع الله الرسل، الرسل المقصود بهم الذين أرسلهم إلى عباده، يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، كيف كان جواب أممكم لكم، كيف كان جوابهم. هنا يأتي جواب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: لا علم لنا. يقولون هذا الجواب إما أن يكون من شدة الهول، فهم من شدة الهول في أول الأمر يقولون لا علم لنا، وهذا متوقع لأن الهول في ذلك اليوم يعم الجميع وخصوصا في أوله، ثم بعد ذلك يجيبون لأنهم يكونون شهداء على أممهم. ويمكن أيضا أن يكون المعنى لا علم لنا فيما صنعت أممنا من بعدنا، أي فنحن لا نعرف ماذا حصل لهم، فعلم ذلك عندك يا الله. أو يقولون لا علم لنا ببواطن الأمور التي كانت، فإن إجابتهم لنا كانت ظاهرة، أو إجابة بعضهم لنا كانت ظاهرة، وأما إجابتهم الحقيقية فهذا عندك يا الله، ليس لنا من هذا الأمر شيء، إنك أنت علام الغيوب. وهذا من كمال أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ربهم سبحانه وتعالى، لا يجترئون على الإجابة بين يديه سبحانه وتعالى، من كمال أدبهم وتمام هيبتهم لربهم جل وعلا. ويا إخواني، هذه الآية توقفنا كثيرا. إذا كان الرسل وهم الصادقون، إذا كان الرسل وهم أعلى خلق الله تقا وإيمانا وخشية يسألون، فما بالك بمن كان مذنبا، وما بالك بمن اقترف السيئات واجترح الخطايا. إن هذه الآية تخوفني وتخوفك أخي الكريم، وتجعل كل واحد منا يخاف من مسائل يوم القيامة. إن مسائل يوم القيامة لا تختص بنوع من أنواع البشر، إنها تشمل جميع الناس. فالرسل يسألون، والمرسل إليهم أيضا يسألون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. تأملوا يا إخواني، الرسل يسألون والمرسل إليهم يسألون، بل إن الظالم يسأل والمظلوم يسأل. قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة التي ذبحت أو دفنت وهي حية وهي صغيرة، يؤتى بها يوم القيامة وتسأل: لماذا قتلت، لماذا وؤدت، فهي تجيب وتقول: سل من قتلني يا ربي. ويكون هذا السؤال لها يراد به تبكيت من فعل ذلك بها، من وعدها بغير حق ظلما وعدوانا. إذن مسائل ذلك اليوم مسائل كثيرة جدا وعظيمة ومهولة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم عليها، وأن يلهمنا الرشد والصواب في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.